مراسلنا المتميز شريف شعبان من فندق الإقامة ونسأله إيه الأخبار عندك يا شريف. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار الكابتن شريف الكابتن عادل الكابتن هاني الكابتن اسامه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من فندق الاقامه اللي موجود في النادي الاهلي في التجمع الخامس وليله مباراه الاهلي والوداد اللي هتكون بكره باذن الله في 9 مساء على استاد الخيرات الدولي. يا رب باذن الله يكون الفوز بكره من نصيب النادي الاهلي ويتاهل الى النهائي النجمه 9. يا رب باذن الله حلم كل اهلاوي يقترب باذن الله. يا رب باذن الله تكون النجمه 9 من نصيب النادي الاهلي يا رب. فندق إن شاء الإقامة الله. خليني ابدا لك من اليوم اللي بدا النهارده. يمكن النهارده يوم النادي الاهلي كان طبعا الاهلي داخل معسكر من امبارح، النهارده يومه كان في العاشره صباحا، كان في فطار اجباري لكل اللاعبين. الغدا كان الساعه 2 الظهر، يمكن المحاضره النهارده كانت الساعه 5 محاضره فيديو. موسيماني اعلن في التشكيل في الكواليس طبعا واتكلم فيه عن قوه وضعف طبعا فريق الوداد وفرجهم على حوالي نصف ساعه او 25 دقيقه بالتحديد من مباراة الوداد وواجبات لاعبي النادي الاهلي بكره باذن الله اللي ينفذوها بكره باذن الله على ارض استاد القاهره. وكان التحرك على استاد القاهره علشان خاطر الاهلي النهارده يتمرن عليه. التمرين كان في السادسه ويمكن السادسه والربع مساء. الاهلي اتمرن ورجع الفندق تاني علشان العشاء كان يكون الساعه 8، ومن بعد العشاء يمكن خلد اللاعبين الى النوم على طول مباشره، لان بكره هيكون اليوم حافل طوالا. يعني الناس كلها بتسال علي معلول النهارده شارك في المران ما شاركش في المران. علي معلول النهارده شارك في الجزء البدني فقط من المران، ولكن شعر باجهاد في العضلتين الخلفيتين ففضل الجهاز راحته من تمرين اليوم. طبعا لعبه من عدم لعبه هيبان في الساعات القليله القادمه، ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي. القصه بسيطه جدا، اجهاد بسيط جدا. تعرف النادي الاهلي او الجهاز الفني بقياده طبعا مستر موسيماني بيتعامل على طول مع ملف باريحيه على طول. شعر بحاجه خفيفه جدا، ريحه النهارده. بكره باذن الله يكون، يعني لو احتاجوا الجهاز باذن الله يكون موجود. بكره هنعرف موقفه النهائي باذن الله من المشاركه، ولكن النادي الاهلي باذن الله غني بنجومه، وباذن الله اي 11 لاعب رجاله باذن الله بكره يكون الفوز من نصيبهم. الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد العشاء كلمت معاه عن سلبيه عينه لاعبي النادي الاهلي. الحمد لله قال لي العينه طبعا كلها سلبيه لكل لاعبي النادي الاهلي. كابتن ايمن، يمكن النادي الاهلي بيتخذ الاجراءات الاحترازيه على اكمل ما يكون، اذا كان في الفندق اللي معاه نور العامل اللي بيطهر الغرف، بيطهر الفندق، قاعه المحاضرات، المطعم، كل مكان في الفندق، حتى الباص اللي الاهلي بيستقله. الاهلي بيستقل اتوبيسين او باصين، باص للجهاز الفني وباص للاعبي الفريق، بيتخذ كل الاجراءات. كل لاعب وكل فرد في الجهاز في غرفه منفصل عن الاخر. كل الاهلي بيطبق الاجراءات الاحترازيه بحذافيرها علشان خاطر يحمي لاعبي النادي الاهلي، وبالتبعيه طبعا يحمي لاعبه منتخب مصر والمنتخبات اللي طبعا محترفين النادي الاهلي موجود فيها. بكره باذن الله هيكون يوم النادي الاهلي، هيكون الفطار الساعه 10:30. الراجل اخر شويه المواعيد عشان بكره المباراه هتكون في طبعا 9 مساء. بكره الفطار هيكون الساعه 10:30 الصبح، الغدا هيكون 2:30، المحاضره هتكون 5:30، محاضره نص ساعه، والسناكس هيكون الساعه 6، والتحرك على طول هيكون الساعه 7 الى استاد القاهره. المسافه من الفندق الى الاستاد بتتكلم في حوالي من ربع ساعه لثلث ساعه بالكثير جدا، ويكون لاعبي النادي الاهلي موجودين في استاد القاهره. يا رب بكره باذن الله يكون اللاعبين النادي الاهلي موفقين. الراجل النهارده بعد العشاء اجتمع مع جهازه وموسيماني وجهازه بيتفرجوا ايضا على الوداد. الراجل في كل مكان معاه الايباد بتاعه وجهازه، كل واحد معاه الايباد وبيتكلموا على الوداد، النقط القوه ونقط الضعف، وبيقعدوا يناقشوا بعض كتير جدا في كل وجبه. يعني ملاحظهم في كل وجبه بيقعدوا يتكلموا عن اي مواجهه للنادي الاهلي، بالشرط الوداد بس. الاهلي ولا بيلعب اي فرقه في الدوري، هتلاقي نفس التحضيرات حصلت قبل كده في المباراتين السابقتين. كان الجهاز الفني ايضا في كل وجبه كان البحريس يقعدوا يتكلموا على مباراه اللي يلعبوها. يا رب باذن الله الاهلي يكون موفق بكره ويكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. لو عندك اي استفسار، ضيوفك عندهم اي استفسار، تحت امرك كابتن ايمن. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان من فندق الاقامه.